Audio Jungle. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الريب اللي كيجي غزال بزاف كيجي زوين بطريقه بسيطه وبمكونات بسيطه. يلا نبداو ان شاء الله على بركه الله. السلام بنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الريب اللي كيجي رائع بزاف وكيجي زوين. هو عباره عن ريب فروي اللي ان شاء الله غنزينوه بالديسير وبلا كريم شونتيي. انا كنت ديجا وجدت معكم واحد الريب اللي هو جغزال، ولكن هذه بطريقه جديده وطريقه اللي زوينه بزاف وما كديرش لك الوقت بزاف. كنا ديجا كان تقريبا 10 سوايع او 12 ساعه باش كيوجد لك الريب. دابا الوقت اقل، 7 سوايع كيوجد لك الريب. صراحه كيجي زوين وحبيت قلت نشاركو معاكم، علاش لا منشاركوش معاكم؟ وانا دائما اي وصفه كنديرها كنبغي نشاركها معاكم، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم. كما كتشوفوا عندي هنايا عندي نصف لتر اللي خويته ديجا في الكاسرونه، هذا هو اللي غنديرو فوق البوطا حتى يفاد. وعندي نصف اخر اللي غنديرو هنايا. انا كناخذ هاد ياغورت هو اللي كناخذ. صراحه كيعجبني حيت البنه ديالو كتجي في الريب كتجي زوينه كتجي عاطيه احسن من ياغورت طبيعي. وعندي هنايا كيس ديال الفاني كما كتشوفوا. عندي هنا خديت تقريبا 3 ديال المعالق عامرين، والسنيده دائما كتبقى على حسب الذوق. انا دابا هذا غناخذو غنديرو فوق البوطه باش نرجع معكم نصوبو هاد الطريقه اللي غندير. انا كنت ديجا درت المره الاخرى درت في الماكينه الطحانه، ولكن دابا لا، دابا غناخذ غير غندير غير في هذا الاناء وغنطربو بالطراب اليدوي. غناخذ نصف لتر الحليب اللي عندي، صراحه كيجي غزال احسن الانسان ما ياخذو من الزنقه اللي كيكون بواحد الثمن اكثر، 9 دراهم او 10 دراهم الاحسن يحضروا ياكلوا منه العائله كامله. كما كتشوفوا نحاول ناخذ معلقه نزلو. انا كتعجبني البنه ديال هادو، يمكن لك بغيتي ديري حتى الاخر اللي بغيتي. نحاول نحل الفاني اللي كنت شكلتها من قبل، نحاول نخلط مزيان. نستمر نبقى نخلط بحال هكا حتى يتجانس لينا داك الدانون مع الفاني مع الحليب، ونزيدو السنيدة. انا كنت الاخر كنت درت داك الماء طيبته ودرته في اي اناء عندك. هذا لا، هذا غندير غير بلاطو وغنستف فيه اي جبانيات او كيسان عندك صافي، وغنخليه 7 سوايع. انتما تبعوا معايا الطريقه ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. دابا غنخلي هذا واحد شويه بلا ما فاد لي الحليب اللي درت فوق البوطه، وغنرجع معكم. كما كتشوفوا من بعد ما فاد لي الحليب ها هو عندي. دابا انا غنضيفو، نحاول ما عرفتش هذه واش غتقدني شويه سخون، ما عرفتش واش غتقدني ولا لا. انا غنحاول انني نخويه واخا غتعمر قدتني. نحاول انني نخلطه مزيان. صراحه هاد الطريقه جربتها، ناخذ انا هجبانيات اللي عندي هما اللي غناخذ. جربت هاد الطريقه وقلت علاش لا ما نجربهاش معاكم. صراحه باقي هاد الوباء الله يزول علينا الله ان شاء الله، نتمنى من الله انه يحيد علينا هاد الوباء وهاد الجائحه اللي بزاف الناس ضروا منها بزاف.
نتمنى الله انه الانسان يديروا الوقايه ديالهم وكمال على الله سبحانه وتعالى. الانسان ما بقاش كياكل في الزنقه، ما بقاش كيتفادى بزاف الحوايج. هذاك الشيء علاش بزاف الحوايج ولينا كنحضروهم، تعلمنا بزاف الحوايج من هذا الحجر الصحي اللي خلتنا اننا ولينا بزاف اللي كاين ما كاينش يحضر بزاف الحوايج في المنزل ديالو ولا كيحضرهم. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم جميع الوصفات اللي كندير معاكم. كما كتشوفوا دابا خلطت انا مزيان، دابا انا نحاول انني نسخر شويه هنا. انا خديت هاد جبانيات صغار اللي عندي، يمكن لكم انتوما ديروا اي حاجه عندكم ان يمكنكم انكم تستعملوها. انتوما انا غناخد واحد المغرف عندي باش ما يدفكش ليا، نحاول انني نحوي بهذه الطريقة. لا حسب افراد العائلة اللي عندك. انا غنستمر بحال هكا حتى نكمل الجباب اللي عندي كاملين. كما كتشوفوا من بعد ما عمرت الجباب اللي عندي كاملين وزدت عاوتاني واحد جوج كيسان تقريبا 8 اللي عمر ليا ايترو ديال الحليب، كميه زوينه بزاف ومزيانه، يمكن لك افراد العائله كامله تاخذها. انا دابا خديت هاد السلوفان غنحاول انني نضيفو عليهم نطيب بهم كاملين. انك تحاولي انك تزيري هذا اللي كيخليهم بسرعه كي يوجد لك الرايب. طوري بهذه الطريقه انك تزيري مزيان. ناخذ انا شي موس عفوا نقطع به. بحال هكا نحاول انني نزير اي بلاصه رغم انا عندي هذا شويه عالي. مزال انا غنزير. وتحاولي انك تاخدي شي غطا او منضه او اي شيء عندك يمكن لك تاخدي تغطي بها وتخليها في واحد المكان اللي يكون دافئ، اللي هو اللي غيخلي لك الرايب بغي يوجد ماشي معطل بزاف. انا خديت هذا غنغطيه به وغنخليه في واحد المكان يكون دافئ، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله ملي غيوجد ليا نزينوه بلا كريم شونتيي وديسير. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. يلا نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يوجد لينا الرايب. كتشوفوا البنات من بعد ما وجد ليا الريب اللي صراحه جا زوين بزاف، انا قلت لكم 7 سوايع ولكن ما كملهاش غير 6 سوايع تقريبا، لقيتو جمد. ولكن ضروري انكم تغطوه بشي حاجه اللي تكون سخونه اللي يوجد لكم في اقل مده. كما كتشوفوا هانتوما ها صراحه كيجي زوين بزاف هانتوما، ما كيطيحش من الكاس، كيجي زوين احسن من الطريقه كاع اللي كنت درت معكم شحال هذه. كما كتشوفوا هنايا انا خديت شويه ديال الديسير، خديت هنا شويه ديال التفاح مقطع وشويه ديال البنان اللي غنديرو في التحت عاد باش من بعد غندير شونتيي. وهنا خديت ايضا شويه ديال البعويد وشويه هنا ديال الخوخ وهنا شويه ديال التفاح وشويه ديال البنان اللي درتو دواور. وهنا هاد خديت انا عندي هذه اللي ان شاء الله غنجربها معكم اللي فيها بزاف ديال المراشم. كنت خديتها ديجا من بيم، كتستعمليها بزاف في الحلوى، وايضا فيها هاد ديال كتبقي بها الحلاوي ديال لاكريم شونتيي. انا درت فيها هنا لاكريم شونتيي. نبداو ان شاء الله على بركه الله. انا غنحاول نبدا معكم غير الاول، نوريكم غير الطريقه اللي غندير انا ديال التزيين. غنحاول انني نوزع غير شويه ديال ديسير هنا بحال على هذا الشكل، وغناخذ هذه اللي كتستعمليها بهذه الطريقه بحال هكا بحال هكا، وغنوزع. صراحه زوينه كتساعد بزاف. وغنحاول ناخذ
يصير الاخر. على هذا الشكل انا وريتكم هذه الطريقه، وانا غنحاول انني نكمل هاد الجبانيات كاملين غنديرهم ونرجع معكم. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما زينت الفروي ديالي انتما كتشوفوا كصراحه كيجي زوين بزاف، كيجي غزال على هذا الشكل. انايا زينتو غير تزيين عادي، يمكن لكم نتوما تزينوه الطريقه اللي عجبتكم تزينوه بها، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم بهذه الطريقه البسيطه، طريقه زوينه غزاله وطريقه سهله خفيف وزوين، ونتمنى يعجبكم. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى، وما تنساونيش بالكومونتير وبلي لايك وبالزابوني، ونتلاقاو ان شاء الله. يلا بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.